الفراش استهدفوا البيت تبعنا عنا وفي الأراضي اللي عنا الأراضي الخالية، وأثر على الأفراد تبعونا أولادنا، وصار يعني من الخوف يطلع له بهاق له. رحنا عالجنا فيه في العيادلة وحكينا هذا بهاق. أجت المشروع تعمل الوجبة، وأجت يعني إيش منيحة للطفل، تحسن عليها وصار يعني إيش إنه يفرع على الوجبة إنه يعني معه، وصارت الحمد لله إنه شعوره منيح له، يعني يجي فرحان من الروضة يقول ماما هاي في إيش، هاي وجبة ماما هاي إلي هذه، ويأكلها ويجي مبسوط وتحسن عليها كتير الطفل، وساعدت في العلاج اللي إله هو. نشكر المؤسسة، مؤسسة كندر للوجبات الغذائية، وبنشكرها وبنتقدم لها التوفيق والنجاح إن شاء الله. مفتوح على الروضة بتنبسط، بيقول والله يما جانا دعم من مؤسسة كندر وجبة غذائية، أقول والله يما ماله كويس، في إيش فيها يما؟ بتقول لي فيها زعتر، فيها لحمة، فيها موز، فيها تفاح، وبتنبسط البنت بتيجي مبسوطة بتقول أنا بديش كل يوم بروح على الروضة، بقولها ليش؟ بتقول عشان فيها وجبة حلوة غذائية. والحمد لله كانت صحتها ضعيفة ومريت على الوجبة اللي بتاخذها من المدرسة من الروضة، وانبسطت الحمد لله، انبسطت عليها. الحرب الأخيرة 2014 طبعا تعرضنا هان لهجمات وقذائف وصواريخ، طبعا أولادي تأثروا كثير من الوضع اللي كان في هذيك السنة. عندي بنتي تأثرت، كانت حالتها الصحية والنفسية تعب. أولادي بنتي تعرضت لصارت تبول لا إرادي، أولادي الاثنين هذول الصغار، فكان طبعا كان يقوموا في الليل في حالات فزع، كانوا حالة خوف طبعا ما تشوفش أنت، ورعب كان فيهم، ما كنتش أعرف إيش أسوي، كان يتخبوا تحت التخت لأنه يخافوا من الزيرو. مؤسسة كندر طبعا هي البلد تعطينا إياها، فاستفادت أنا طبعا من هذه الندوات بالنسبة لأولادي اللي كانوا يعطونا عن الطعام وإيش نطعميهم وإيش نشربهم، الحالة النفسية للأطفال استفدت أنا كثير من هذه الندوات بالنسبة لأولادي. تقوى الله وعبد العزيز طبعا تحسنوا كثير في الروضة، حالتهم الصحية تحسنت كمان من قبل الوجبات اللي بياخدوها، صاروا يشجعوا كمان دائما بدنا نروح على الروضة لأنه في وجبة بناخدها، خوف راح، الحالة النفسية تريحت، في ألعاب في الروضة، في أكل، في وجبة، في غذاء. صحتهم تحسنت طبعا بالنسبة بعد ما أخذوا الوجبات، صحتهم تحسنت، تعليمهم صار كويس برضو، أكثر تركيزهم كانوا يحبوا الفواكه والوجبات طبعا اللي بياخدوها في الروضة. أنا كأم لأطفال في الروضة بنتمنى إنه من مؤسسة كندر إنها تضلها دعم الروضات هذه بالوجبات الغذائية، وبالنسبة لدعم الروضات بالوجبات الغذائية لأطفال قطاع غزة طبعاً لأنهم أطفال شو اسمه محرومين من حاجات كتير الأطفال هذولا، وبعدين معروف يعني عنا غزة طبعاً منطقة محاصرة ومدمرة طبعاً، ولبت طبعا للأطفال حاجات كتير أساسية بالنسبة للأطفال، حاجات غذائية وحاجات نفسية كمان للأطفال.